فلما أرسل الله قال للأنبياء إن عليك إلا البلاغ. في يونس سورة يونس فهمنا ليه كل شيء يعني لازم تقول القرآن والسنة؟ ليه ما كتبش العلماء اللي تحتجوا بهم؟ أحد الولدان على رأس حزب فرقة قال لي ها هنا في هذا البيت المبارك في هذا البيت المجيد أزعم أن جل أنبياء بني إسرائيل صلوا فيه على رأسهم ابن مريم. قال لي يحاججني فمعه ورقات ملفوفات. قال لي ابن حجر قال والنووي قال. هو بيقول لي فقلنا له ابن حجر والنووي يقولون بما أنتم عليه من تأسيس الأحزاب والفرق؟ لا. فلما لم تطاوعوا ابن حجر ونووي في هذه؟ فإما أن تأخذوا كل دينكم عنهم أو تدعونه. إنما هذا الانتقاء، إنما أنا أخذت كل ديني عن نبي الله، صحيح؟ فإذا حاججتني فحاججني به، نوطئ أعناقنا لقدمه. معلوم، تعرف عمر لما خلع الميزاب؟ عمر إمام المذهب عندنا، إمام المذهب مذهب الاتباع والتصديق. إمام المذهب أنا بحاكيهم، عمر دخل المسجد فوجد ميزاب العباس شارعا في المسجد، فقال بيده هكذا، ما هو كان طوالا رضي الله عنه، فاختلع الميزاب. فقال العباس عم نبي الله عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده، إنه هو من وضعه بيده. فتطامن عمر وأهوى ووضع عنقه على الأرض وقال للعباس طأ عنقي وأعد الميزاب مكانه. اليوم يوسف القرضاوي والشباب عندهم اللي هو العصر، وفي بسموه فقه العصر ومواكبة العصر، مواكبة العصر هم بيسموها يا أخوان. نحن أنا عن نفسي أكفر الناس بكل محدث بعد نبي الله ولو جاء به كل العالمين. كبروا الله.